لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. شاهد كيف أصبح أبطال المسلسل التركي أسمعتا فريحة، حيث أن أبطال المسلسل الكبار والذي قدموا أدوارا رائعة أمير صراف أوغولو وفريحة يلمان وهاندا وكواري ووالدة فريحة ووالد فريحة ويانسو وكلسوم. هذه الأدوار التي قدمت في المسلسل أسمعتها فريحة، حيث أن المسلسل نال إعجاب كبيرا في تركيا واختفى عن الشاشة التلفزيونية لمدة 11 سنة، حيث تساءل الجميع أين اختفى المسلسل هذه الفترة الطويلة ولم يقوم أبطاله بعمل أجزاء كثيرة من المسلسل. عرض مواسمه 2 وعرض الحلقات 67 مدة الحلقة 120 دقيقة. بطولة شاتاي أولوزو وهزيل كايا وحيدة برجين ميتين ودينيز أوغورو. قام المسلسل باللغة التركية وتمت دبلجته للغة العربية لغة العمل التركية. منتج الفيلم ميديا بيم. الحلقة شو تي في. بص لأول مرة في 14 يناير 2011، بص لآخر مرة في 29 يونيو 2012. حيث أن المسلسل نال إعجابا كبيرا ولكن لم يتم عمل إلا جزئين من المسلسل، وتساءل جميع أين اختفى أبطال المسلسل ولماذا لم يتم عمل أجزاء أخرى. رد مخرج المسلسل: بعد اختفاء المسلسل لمدة 11 سنة صعب عمل أجزاء أخرى من المسلسل، وعند سؤال لماذا، حيث قال أن ملابح كل الفنانين الموجودون في المسلسل تغيرت كثيرا بسبب تغير الملابح بسبب السن الذي يعمل دورا كبيرا على تعطيل أجزاء أخرى من المسلسل. وقال: كنا نريد التفاوض مع الشركة لعمل أجزاء أخرى بسبب نجاح كبير في المسلسل العظيم أسميتها فريحة، ولكن رفضت الشركة بسبب تغير الملامح. ولكن إذا أرادت محطة المسلسل عمل أجزاء أخرى، جميع الأبطال جاهزون حتى لو السن عاندهم، لإسعاد كل الجميع وكل محبين هذا المسلسل العظيم.